بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوان، فإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا هو التقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن أعظم تلك الصفات التعبد إلى الله بوصفه الرقيب، باسمه الرقيب جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله جل وعلا عن عيسى بن مريم أنه قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمتى استحضر العبد مراقبة الله جل وعلا نجا وأفلح في دينه ودنياه. وما هو معنى المراقبة؟ معنى المراقبة هو علم العبد باطلاع الله عليه في جميع حالاته. علم العبد باطلاع الله عليه في جميع حالاته. أسألكم بالله، من علم علما يقينيا أن الله جل وعلا مطلع عليه في جميع حالاته، هل سيعصي الله سبحانه وتعالى؟ هل سيتأخر عن التقرب إلى إليه سبحانه وتعالى؟ كلا. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كثيرا، يذكر الله جل وعلا بسعة علمه واطلاعه على كل حالات العبد. يقول الله جل وعلا عنه سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ويقول سبحانه: ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وهو عليم بذات الصدور. يقول الله جل وعلا: يعلم السر وأخفى. فالله جل وعلا لا يخفى عن عبده شيء، فما تكلم عبد إلا علم الله نطقه، وما أسر إلا علم الله فكره. يقول الله جل وعلا في ذلك: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فسواء تكلمت أو أسررت، وسواء أعلنت أو أخفيت، فالله جل وعلا مطلع عليك في كل حالاتك. وهذا المعنى هو أسمى درجات الدين وأرفع منازلها، كما في حديث جبريل حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، قال وسأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه هي أعظم الدرجات، تعبد الله جل وعلا في مرحلة كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تبلغ هذه الدرجة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في كل حالاتك، في حالات الطاعات وفي حالات المعاصي عياذا بالله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيها الإخوان، لنستحضر هذا المعنى العظيم. هذا المعنى العظيم متى ما استحضره العبد استحيا من الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى العظيم متى ما استحضره العبد ازداد قربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله يراه ويعلم أن الله مجازيه. واستحضار هذا المعنى هو من دلالات كمال الإيمان، بل من دلالات الإيمان الواجب. لذلك المنافقون لا يستخفون من الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في وصفهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لماذا لا يستخفون من الله سبحانه وتعالى؟ لأنهم لا يؤمنون به. هم يعلمون أن الناس يرونهم، فلذلك يستخفون منهم. أما الله جل وعلا جل في علاه، لأنهم لا يؤمنون به ولا يقيمون له شأنا، فلذلك لا يستخفون منه. ولو قدروا الله جل وعلا حق قدره لاستخفوا منه. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الثناء للذين يخشون ربهم بالغيب: إنما تنذر به من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فخشية الله ومراقبته ومراعاة الله سبحانه وتعالى إنما هي من دلائل الإيمان. ومما يتأكد عليه
تعظيم مراقبة الله جل وعلا في النفس وفي في نفس الشخص وفي نفس أهل بيته وذريته ما ابتلي به الناس جميعا من وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل التي تودي بك في أودية الكفر والإلحاد عياذا بالله، فضلا عن المعاصي بعمومها، إنما هو في ضغطة زر وأنت في هذه الأودية، ممن يدعون إلى الكفر، ممن يدعون إلى إنكار وجود الله جل وعلا، ممن يدعون إلى الخنا وإلى الفجور. ما الذي سينجيك؟ من الذي سينجينا وينجي ذرياتنا؟ إلا تعظيم مراقبة الله سبحانه وتعالى. نعظم في أنفسنا ونؤمن بأن الله جل وعلا يرانا وأن الله مطلع علينا. لذلك بعض أهل الفضل جعل على جواله كلمة: إن الله يراني، يقول حتى أتذكر حينما أنسى. في هذا الجوال جعل عبارة إن الله يراني تذكيرا لنفسه. فلنبادر معاشر الإخوان إلى تعزيز هذا المعنى العظيم. أيها الإخوان، لو عززنا هذا المعنى لما تأخر موظف في وظيفته، ولما سرق سارق، ولما ارتشى، ولما زور مزور، ولا تجرأ مفسد على إفساد دينه أو دنياه، لأن الله سبحانه وتعالى، لأنه مؤمن باطلاع الله جل وعلا عليه. لكن حينما غاب هذا المعنى أو كاد أن يغيب انتشر الفساد. فهذا المعنى يحفظ الله جل وعلا به أهل بيتك حينما تنشره بينهم مرة تلو أخرى، أن يعظم الله جل وعلا، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حينما يعظمون الطلاع الله جل وعلا عليهم، حينما يعظمون الله سبحانه وتعالى، فذلك هو أعظم رقيب وأعظم حسيب على العباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان، وأن يجعلنا أن نعبده كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فنعلم ونوقن أنه يرانا، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.